الله سبحانه وتعالى خلق معاق نخاع العظم ولديه القدرة على إنتاج الدم أيوة. 8 أضعاف الإنتاج اليومي. إنتاج كرات الدم الحمراء اليومي سواء من الصفائح أو الدم إنتاج ضخم جدا. يعني بالنسبة للصفائح 150 بليون صفيحة يوميا تنتج. سبحان الله. كريات الدم الحمراء نفس العدد. فقضية أنه الإنسان يتبرع، وأجريت دراسات عن مستوى الهيموجلوبين قبل التبرع وبعد التبرع بنصف ساعة، ما كان هناك أي فرق. فكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فأنا أقول بالنسبة للتبرع، التبرع بالدم لا ينقص من دم الإنسان شيء. الشرط أنه إحنا قبل ما نأخذ من الشخص الذي يريد أن يتبرع نعمل تحليل دم نتأكد أنه لائق للتبرع، لائق جسديا صحيا علامات الحيوية ومستوى الهيموجلوبين والدم. تمام. فإذا هو لائق نأخذ وما يخاف على نفسه. تمام.